السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج اسمه الجودو، برنامج ممتاز جدا في شرح الحياة الفيزيائية. خلينا طيب نعمل مثلا زي قاعدة كده وقاعدة تانية هيت، تمام، وهنبدأ نرسم مثلا زي مسطح بالشكل دوت اهو، وتقدر تعمل له موف تحت، تمام، ونقدر نرسم مثلا قاعدة تانية. وعلى فكرة كل حاجة من الحاجات دي بتلاقي الخواص بتاعتها تقدر تتحكم فيها، تمام اهوت، تمام. ممكن تتحكم برضو في ان انت تعمل سكيل للحاجة بالشكل دوت. خلينا نشغل، تمام. طيب بعد كده هاجي هنا بقى ابدأ اكتب، مثلا ممكن تكتب معايز مثلا او اي اسم، وتبدأ تثبتها مثلا بحاجة زي كده، وديت بالشكل دوت. طيب عايزين نحط مثلا مية هنا، فهبدأ اختار اوت واغير اخليها ليكويد، هتلاقي كل الخصائص بتاعتها اتغيرت، تمام. تقدر تكبر زي ما انت عايز، اقول شغل، فالمايه طبعا الجاذبيه هتنزلها، ودول شايف كلمه ايه اتقلبت، ما كانتش مظبوطه، تقدر تعمل لها روتيت وتثبتها احسن يعني، تمام. بس طبعا لازم تكون موقف الشغل هنا اهو، وتروح مثلا ايه نقل ديت لهنا. طيب وخلينا مثلا ايه نركز في المايه ديت، ممكن تزود كميه المايه اهي، وتروح قايل له خليها بالشكل دوت، او ممكن مثلا نعمل كسر كده هنا، تمام، ونعمل لها موف الحته ديت بالشكل دوت. نشغل، هتلاقي المايه جت، بس المشكله دي نزلت فعملت ديت، فاحنا ممكن نعمل سيلكت على الاثنين دول، وهنا هقول له ثبتها لي جلو تو باك جراوند، يعني خلي دي ثابته، فهتلاقي في ميه بتخرج بالشكل دوت. طبعا لو انت جيت هنا ممكن تبدا تشوف الفورس بتاع كل حاجه والفلوسيتي بتاع كل حاجه، وبالفاليو بتاعتها والقيم والحسابات الهندسيه، ودول طبعا في حاجات هنا بتتحرك زي ديت لانها مش لمس القاعده، دي هنا لمس القاعده. ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز اغير السبرينج بتاعتها بشكل دوت، وعايز اغير اللينس بتاعها، فتقدر تتحكم في الخصائص بتاعت العناصر ديت زي ما انت عايز. طيب هنفترض ان في كسر حصل، وهو يبدا يجيب لنا الحسابات بتاعتها، مثلا هوت لا قدر الله حصل شرخ هوت، دي وقعت هيت، المايه كلها وقعت كده، خلينا نعمل بالشكل دوت، اي 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 الوزن بقى. فانت بتبدا تعمل الحسابات بتاعت الحاجه بتاعتك، يعني ممكن يكون مثلا عندك خلينا نفترض مثلا ان انا عندي حاجة بالشكل دوت واخدة ميل، خليها تاخد ميل بالشكل دوت اهو، روتيت، تمام. وفي شكل بيقع مثلا من هنا، حاطين مثلا صندوق اهوت، تمام، ودي هثبتها بالشكل دوت، ممكن نحط له حاجة كده اهو، هنشوف دي هتقع. طبعا ممكن لو انت غيرت المادة نفسها تفرق معاك، يعني يبقى في وزن اكتر فممكن تقع اكتر. طيب ممكن تحرك دي كده روتيت، لحد ما توصل لحاجة معينة هتلاقي بتبدأ تزحلق وتنزل. طبعا هو بيكتب لك كل الوزن وبيكتب لك كل الأحمال زي ما انت عايز.